السلام عليكم فاميلا، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. ايوا الطيبون والطيبات. المهم سولتكم في الصفحه شنو بغيتوا تفرجوا اليوم، حيت اليوم نورمالمون كنديروا العصير. يعني شنو بغيتوا تشوفوا، واش لايف رياكشن او لا تحدي؟ تقريبا 66% اختاروا تحدي. داكشي علاش في قناه جمال الفا، قناه العائليه، قناه شبابيه، خاصكم تستافدوا معايا. داكشي علاش اليوم غادي نوريكم الامكانيات ديالي كتلميذ ادبي، حيت انا ادبي ماشي علمي، انا ادبي. اليوم عندنا تحدي جديد، هو التعرف على الدوله صاحبه هذه الرايه. يعني غادي نشوفوا بعض الرايات ديال بعض الدول، واللي علينا اننا حنا نحاولوا نكتشفوا ديال من هاد الرايه. المهم سير على الله. هذه بلا ما تهضر عليها، هذه اصلا هذه راه هي اللي خرجت على الجينيراسيون ديالنا حنا. هذيك غوادالوبي واليخاندرو، شكون فيكم باقي عاقل على غوادالوبي واليخاندرو؟ قال لك هذه واش ايطاليا ولا ايرلندا ولا بنما ولا المكسيك؟ نعطيكم حتى تبغوا شويه ديال الوقت، بلا تعسي بلا ما نعطيو الوقت. المكسيك دوز. الرايه الثانيه هذه واش الارجنتين ولا الجريس ولا الهندوراس ولا غويانا؟ هادي انا شايفها في كاس العالم. المهم نعطيكم واحد شويه ديال الوقت باش حتى نتوما تاملوا مزيان في الرايه وتشوفوا، راه حيت راه اللون الزرق كاين في عند الارجنتين وكاين الكريس وكاين الهندوراس. هذاك داك داك الدوله اللي تحتها ما عرفتهاش، ما عمري سمعت بها، انا جاتني غير بحال شي لاعب والله اعلم. المهم انا الاختيار ديالي غادي يمشي الهندوراس. شنو هي هذه؟ الثالثة كيف ما كتلاحظوا هنايا كاينة نجمة بحال ديال المغرب، غير هما راه شاعل عندهم الضوم اللور وبحال اللعيبات ديال السنغال. المهم هنا كاينة اثيوبيا، كاين تشاد، كاين السودان، كاين نيجيريا. بعدا نيجيريا ما كايناش، السودان ما كايناش، بقات لنا اثيوبيا وتشاد. سير اثيوبيا. شنو هي هذه؟ الراية الرابعة كاتبين أنغولا، مدغشقر، موزمبيق، زيمبابوي. عندك هنا دايرين سلاح، كتاب، عتلة، دايرين نجمة تاهوما بحال الشكل ديال المغرب. ما غنظنش أنها تكون أنغولا، حيت أنغولا عندهم واحد الراية حمراء. مدغشقر الصراحة ما عمرني شفت الراية ديالهم. موزمبيق ولا زيمبابوي ما عرفتش. نديرو موزمبيق. سير التحدي الخامس. رايا سامبل، خضر، بيض، زرق. استونيا، باراغواي، سيرا لوين، ساموا. هذا باراغواي ماشي باراغواي، هم دوداو في التقمار. ما شاك ما تكونش استونيا. ساموا، ساموا هما واحد بحال واحد العرق في امريكا جاي من الهنود الحمر، تقول لهم ساموا. الاغلبيه ديالهم تيكونوا مصارعين، ما عرفتش يعني واش تكون عندهم دوله ولا لا. المهم نختار هاد سيارة. سيارة التحدي السادس. واش هاد الرايه ديال النرويج، السويد، ايسلندا، فنلندا؟ بعدا ماشي السويد ماشي النرويج، ايسلاند، فنلاند. مقربين شويه في الرايات ديالهم، نديرو فنلندا. التحدي السابع. لاتفيا، استونيا، ليتوانيا، اوكرانيا. ماشي اوكرانيا، شوف انا عنسيت فهمتي، راه ماشي الراية في شكل. دابا حنا اللي كتعاوننا اننا حنا كنتفرجوا في كرة القدم، فهمتي، كنتفرجوا في كرة القدم يعني كنعرفوا. المهم نقمروا سير لاتفيا، هادي كتشبه لمصر، غير هو مصر نورمالمون عندها واحد النسر هنا. اليمن، مصر، سوريا، لبنان. ماشي لبنان، ماشي سوريا، ماشي مصر،
اليمن نري شنو مصر مصر نورمال عندنا واحد نجمة واحد نسر سير اخويا دير مصر قدر يكونوا ما غالطين. هاد الراية هادي ماشي امريكا بلا ما تحمقني يو اس اي ماليزيا ليبيريا سنغافور ماشي ليبيريا ناري غادي نتفضح. المهم ما فيها بس انك تجاوب اجوبة غلطة فهمتي ماشي مشكل. المهم انتوما تانتوما كتبوا لي كومونتير فهمتي قبل ما يسير الفيديو كل واحد يكتب لنا لي كومونتير كل جواب باش نشوفوا ديك الساعة سنغافورة العاشرة. هادي هاد الراية هادي صعيبة فهمتي صعيبة ويني غادي نعصر دماغي وغادي نجبدها. السنغال ولا غانا ولا الطوب ولا الكاميرون؟ غانا. التحدي رقم 11 المانيا بلجيكا اندورا او لا موناكو. ايه طبيعة الحال بلجيكا. 12 اوه هاد الراية صعيبة هاد الراية صعيبة بالاخص صعيبة الواحد اللي تكون بارساوي. هل هي غواتيمالا بوليفيا فنزويلا ارجنتين؟ علاش ما يكونش هذا هو سؤال المليون؟ علاش ارجنتين؟ 13 روسيا تشيك بلغاريا هولندا. ماشي روسيا ماشي بلغاريا ماشي هولندا هذه تشيك. 4 شتي 14 كازاخستان تركيا ماشي تركيا منغوليا بريطان. شنو دايرين تما؟ قبة شعلة فيها العافية. هاد اللعيبة هادي ديال داك صحاب تيكواندو كونغ فو داكشي شنو شكون هادي؟ بوتان مونغوليا تركيا ما كايناش الاخوان كازاخستان تاهي ما كايناش مونغوليا بهيتان مونغوليا بهيتان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مونغوليا 15 اوه هاد الراية صعيبة هاد الراية شكون يطيح بيها؟ هل هي الجزائر؟ هل هي فرنسا؟ روسيا ام لوكسمبورغ؟ اللي ما تسولش عليها 16 نيوزيلندا طونغو استراليا يو كي يا حبيبي استراليا 17 الكوت ديفوار ولا ايرلندا الهند ام اريتريا؟ راه باينة تريكة اميتاب باتشان راه باينة الهند. هاد الراية صعيبة دير بنغلاديش. هاد الراية واش تونس ولا الجزائر ولا ليبيا او لا المغرب؟ مغروكو. نرجعو دابا نشوفو النتائج ديالنا واش كان صحيحة أو لا غلطة. المكسيك جواب صحيح، هندوراس جواب صحيح، إثيوبيا جواب صحيح، الموزمبيق جواب صحيح، سيري لويوي جواب صحيح، فنلندا جواب صحيح. هنا جواب صحيح هو إستونيا ماشي لاتفيا. المهم هنا الجواب الصحيح هو اليمن ماشي مصر يعني قولبوني انا اللي تكلخت. هنا الجواب الصحيح هو ليبيريا ماشي سنغافوره قلتها لكم قلتها لكم. هنا غانا جواب صحيح، بلجيكا جواب صحيح، ارجنتين جواب صحيح، تشيك جواب صحيح، مونغوليا جواب صحيح. مالك فرنسا جواب صحيح. هادي نيوزيلندا الاخوان ماشي استراليا. شكون قال لك شكون قال استراليا؟ شكون 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 هذا الاستراليا؟ شكون انت يا دمدومة؟ الهند جواب صحيح. بطبيعة الحال مروكو.
المهم تبارك الله على الناس كاملين اللي جاوبوا اجوبه صحيحه، عفاكم اللي جاوب اجوبه صحيحه كتب لي في التعليق قول لي انا جاوبت تقريبا كل شيء صحيح. يمكن هذا هو الفيديو ديالنا، التحدي ديالنا، تسناو التحدي غادي يكون غدا ان شاء الله. ما تنساوش لايك الفيديو، بارطاج الفيديو، مشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، هي بارطاج الفيديو اصلا. المهم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش توضعوا التعليق، راه كنقرا كاع التعاليق وكندير لهم قلوبه. المهم شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.